أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرحيم. بلدية العلماء التي طالما تمنيناها ولاية فهي أكبر من ولاية وأصغر من وطن. لكن اليوم رانا في حملة انتخابية، جينا باش أننا باش نقدر نثمن هذا الرصيد التاريخي. لازم نبنيو بلادنا، لازم نحاولوا كيفاش أننا نخليو الشعب الجزائري يعتز ويفتخر بانتمائه لهذا الوطن ولهؤلاء الشهداء. لازم نشوفوا ما هي السبل والطرق اللي تخلونا نعتز بهذا العلم وانتمائنا لهذه السيادة ولهذا الاستقلال. رانا كطبقة سياسية اليوم نسعى ونعمل جميعا كما رانا كل الأحزاب، سواء اللي فات على سطيف ولا على العلمة ولا اللي راه يدير في حملة انتخابية أو حتى اللي ما شاركش في الانتخابات، كلنا كطبقة سياسية اليوم نسعى باش أننا كيفاش نقدر نجسد روح الانتماء ونخلي أولادنا يعيشوا في بلادهم أسياد أحرار كما كانوا جدودهم الشهداء. وليا كان ناخذ بلدية العلمة كمثال، ما تتوفر عنهم من إمكانيات مادية، من إمكانيات بشرية، من ذكاء جماعي، ذكاء كبير يشد العام والخاص، لأن أولاد العلمة يعلمونا تجارة، أولاد العلمة خدامين، وعلى بالنا باللي دايرين مثال. فكرتوني في السوافة، السوافة كذلك شعب عامل وخدام، أولاد العلمة كذلك عندما جيت لهنا ناس تخدم، ناس تشمر على يديها، وناس تنتج الثروة وتخلق الثروة. عندما نتكلم على حوكمة، اسمحوا لي، كل الإمكانيات اللي موجودة، لكن العلمة ما زال يخصها الشيء الكثير والأشياء كثيرة. إلى ما غيرناش نظام الحوكمة، إلى ما غيرناش نظام صلاحيات البلديات، إلى ما مشيناش إلى قانون بلدي وقانون ولائي جديد وقانون استثماري جديد وقانون انتخابي جديد، اسمحوا لي نقولها بكل فخر واعتزاز أن الحكومة الحالية جاية بمشاريع وبورشات ضخمة وضخمة جدا لفتح هذه الورشات. تأخرنا كثير إخواني أخواتي، تأخرنا كثير في فتح هذه الورشة، ضيعنا 59 سنة وإحنا نتكلم على بناء اقتصاد محلي، اقتصاد وطني ينتج ويخلق الثروة ابتداء من المناطق الصناعية، ونجعل من الإقليم عنصر من عناصر التنمية.